زكية وزينب شابتان من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصبنا في وقت مبكر من حياتهن بمرض الشلل الذي تركهن فاقدات القدرة على النطق والحركة، بل إن لديهن أخا ثالثا أصيب بذات المرض في طفولته، إلا أنه توفي قبل سنوات. لكن ما الذي ميز تجربتهن في الحياة الصعبة التي تبدو مستحيلة من وجهة نظر الأصحاء؟ ما الذي جعلهن يمتلكن إلهاما غير معتاد بالنسبة للمصابين بهذا المرض؟ حلقة اليوم ستأخذنا إلى عالم المسكوت عنه، عالم تخلقه الاحتياجات الخاصة والحياة المرهونة به، وكيف يمكن للإعاقة أن تخلق محيط خاص من الجمال والفن الذاتي. رافقونا في حلقة جديدة من برنامج ضوء بيننا. من هن صغار يعني؟ صغار يعني من شفنا العوق مالهن قاعدات ويرسمن، يعني أي ورقة وأي قلم يرسمن به. هم ايش قد عمرهم؟ عندنا زكية عمرها موالد يعني 21 سنة عمرها، وزينب 19 سنة. طيب. من فيلم كارتون قاعد تتابع سبيستون، هواي هم تتابعت شان نهر كل يعني من الصبح لليل يعني سبيستون احنا بالبيت عندنا. طيب. وانا يشوف هنا كارتون وقاعد شوي شوي تعودن. اي تعودن هنا قاموا شفناهن قاموا يرسمون، طلبن هنا قاعد يطلبن اصباغ واقلام، عرفت يعني هنا قاعد يرسمون. الفتيات تعلمن الرسم والكتابة والعلاقة مع الألوان من خلال المتابعة، لم يطلع أحد بتعليمهن، بل إنهن بقين يتابعن من خلال التلفزيون، فاكتشفت العائلة أنهن قد أجدن الكتابة بلا معلم، أي إنهن يتوافرن على ذكاء قد لا يتوافر عند أقرانهن في العمر. هذه القدرة على التحدي خلقت الرغبة بالتعلم، ودفعت بالفتيات إلى أن يخلقن عالمهن الخاص، لكنه عالم متواصل مع العالم الأكبر. مادياً لا الحمد لله شوية ما مكلفاتنا، بس إنه يعني أبوي هم يساعدهن يعني مستلم راتب يعطيهن، والحمد لله حقيقة يعني أنا من خلال زيارتي لهم يعني عرفت إنه عندهن إبداع بالرسم، كونهن يعني معوقات بس عندهن إبداع بحيث يعني رسومات مؤثرة جدا، بحيث أحد اللوحات شفتهن يعني مؤثرة جدا، شلون بنية لازم ولد من إيده يعني، بحيث حتى أنا بكيت بصراحة لأنه مؤثرة جدا بها شغلة إنسانية، وعندهن إبداع شفت إنه من خلال التلفزيون قاموا يعرفون يكتبن، يعني هذا فشي مو موجود يعني بالشيء الاعتيادي. الألوان والأقلام والأوراق صارت عالماً خاصاً للفتاتين، عالم مليء بالخيال وأفلام الرسوم المتحركة والتعلم بشكل ذاتي. الفتاتان جعلن وقتهما الطويل الحبيس على مقعد متحرك سبباً لتعلم القراءة بشكل ذاتي، وسبباً لرسم الشخصيات الجميلة من عالم الطفولة. لقد تطورت لديهن ملكة الرسم والمحاكاة على مر عمرهما المحتجز والمرهون بالإعاقة، في نموذج متفرد لأسرار الروح الإنسانية على خرق كل القيود وكسر كل المحددات التي قد تطوق الجسد. يعني هو ناس أصحاء صعب إنه تعليمهم، هن تعلمها لوحدهم. أنا كانت هاي منيتي أنا أكون أرسم، يعني وصارت هي عتن هاي. يعني تحبين الرسم؟ إي أنا أحب الرسم بس ما أعرف شلون أرسم، يعني كنت أتمنى أكون أصير رسامة، وهن هسه يعني فرحانة أنت. إي احتياجي. والدتهم هنا بداريهم، يعني هم قاعدات يعني ما ذاتنا يعني قاعدات وساكتات يعني، بس يرسمن وما عاد ينش بس علاجات و عندي ذن الثنين وولد توفى يعني. إي عن الولد توفى بالبداية يعني. الولد هذا هاي صورته توفى في 2009، هم عمره 12 سنة تقريبا، هم معوق نفس الحالة.
خلال اللوحات اللي رسمنها واصرارهم على تعلم الكتابة واصرارهم على الإبداع، يعني هذا في الدرس ينطينا حتى احنا الأصحاء يعني انه يعطينا يعني الأمل بالحياة، يعني معاقات يرسم الرسم بديع وكذلك تعلم الكتابة. لو أتيح القليل من الرعاية التخصصية لهاتين الشابتين لكانتا اليوم في وضع أفضل، على الأقل في مجال القدرة على التعبير، وهو ما يعني المزيد من تمكينهن على التواصل مع المحيط، فالذكاء واضح في القدرة الذاتية على التعلم. وفرنا الأوراق والأقلام رسمنا على طول، يعني الكتابة شلون تعلموها من التلفزيون. يعني انتم ما ساعدتوهم شيء؟ لا ما مساعدينهم، هن تعلمن وقام يكتبن. حتى هاي البنيه تعلمت، اخذت كراسي انجليزي تريد تتعلم انجليزي وهي ما تقدر تحكي. ان كونهن اولا بنات يعني ويحبن الدراسه ويحبن المدرسه، حال حال اي بنيه يعني يتمنى انه يمشن ويتمنى انه يتعلمن بالمدرسه، يروح للمدرسه، يعني هذا فشي حق طبيعي يعني لكل انسان. هن عطين امكانيه، كان يتعلم بدون معلم، إضافة إلى ما ننسى أنه أبوهن وفر لهن اللابتوب بحيث يعني تعرف أنه الرسومات المتحركة ما تطلع دائما بالتلفزيون لأن فترات إعلانية وكذا وحلقات، ووفر لهن الإنترنت حتى دائما يتابع عن هاي القنوات اللي هن يريدنها يعني، ومارس هذا الشيء بزيادة الإبداع عندهن. بساطة العائلة ومحدودية الإمكانات المادية والمعرفية فضلاً عن المحددات الاجتماعية تجعل العوائل في بيئة مثل المجتمع العراقي في العادة قد تخفي عن المحيط الأفراد المصابين بعوق ما، والأمر يزداد تعقيداً إن كان الفرد المعاق أنثى، فكيف الحال بفتاتين وسط الأعراف التي تحصر العائلة وتجعلها تخجل من وجود فرد بين أعضائها من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يعني كل زين يعني معوق وإله نفسه، يعني هي قاعد تحس بنقص وتشوف العالم تمشي وهي ما تقدر، هي تتعب من هالحالة، بس هالرسم هذا ينفع عن نفسيتها. يعني وضعهم العام يعني هسه شوية أحسن من قبل. قبل كانوا عايشين يعني بمنطقة الظليلية وبيت يعني ما ينسكن بيه بصراحة، بس هسه الوالد يتعين وهن يعطي الراتب شوية، يعني الأمور المادية نوعا ما يعني ما تكفيهم بصورة جيدة بحيث تعرف أنه عندهم عوق وحالات خاصة من خلال العلاج، من خلال الأكل الخاص بهن، من خلال الكراسي المتحركة اللي يوفروها لهم، إضافة إلى أنه الناشد عن طريق قناتكم أنه يراد لهم علاج خاص خارج العراق، لأنه هاي البنية كبيرة ذكية يراد لها تعديل بالورك بحيث تتمكن أنه تمشي. بالتأكيد إن هناك مثل حالة زكية وزينب حالات أخرى، وبالتأكيد هناك من أصيب بهذا المرض في مكان ما من هذه المدينة الواسعة، لكن ماذا لو كانت هناك مؤسسة تجمعهم وترعاهم؟ ماذا لو أتيح لنظرائها اللقاء بها وتكوين صداقات ومعارف من أجل حياة نفسية سوية؟ هذا ما نهدف إليه وإلى تسليط الضوء عليه من خلال دقائق حلقتنا هذه. لا شيء معيب في أن يصاب الإنسان بمرض ما، لأنه ما من عائق يقف أمام تمتعه بحياة هانئة يتواصل فيها مع الآخرين. ما مدبجين قاعدات إن بهاي المكان هذا يومكم وهاي ما يطلع شغلتهن، هذا الكمبيوتر والانترنت يشوفون فلان كرتون فقط، ما عندهن شيء. اي والله يعني مرات هن يستحن مني طلعن، وانا هم شوي اشوفهن يعني ضوجن العالم تمشي وهن قاعدات انقهرن، يعني هواي انقهرن، وانا هم اضوج عليهن، اذا اطلعن انا هم اضوج عليهن.
بساطة العائلة ومحدودية الدخل وعدم ملائمة المحيط جعل المنزل هو المكان الدائم لحياة الفتاتين، وهو ما جعل التلفاز مصدر معرفتهما الوحيد بالاحتكاك بالمحيط الخارجي. ومع ذلك تغلبت هذه النفوس الكثيرة على الواقع، واتخذت من الألوان والرسم وسيلة لمحاكاة الخيال الذي يتمنونه. فلا يمكن الحجر على أمنيات الإنسان مهما فرض المحيط به سطوته. عيشتنا بسيطة، يعني هن من يحتاج المساعدة نساعدهن، بس العام الأغلب هن نشات أمورهن بيتهن، هن يساعدن نفسهن، هن أمورهن يستخدم بيتهن، ما حد يساعدهم إلا الشيء القليل نساعدهن إحنا. والله إحنا عايشين، يعني أنا سان قاعد أشتغل موظف مدبره يا عم الحمد لله. أولادك كبار؟ عندي الكبار اثنين كبار، هم واحد خريج تو تخرج وقاعد، هم خريج شريعة قسم شريعة وظلوا القاعد ماكو عمل، والثاني هم قاعد يشتغل بمشتل شغلة هم يومية أجور يومية. رغم الإعاقة والعزلة رسمنا الحياة بألوان أنيقة، ما شاهدناه هو جزء من إبداعهن، والجزء الآخر بعد هذا الفاصل. ربما كانت هناك فرصة قد فاتت لعلاج الفتاتين في صغرهما، لكن الفرصة لم تزل قائمة كي يتاح لهما أن يستثمر موهبة الألوان أكثر مما هو موجود لديهما بالفعل. أن الألوان صارت وسيلتهما للتعبير عن الذات، وأخطر ما يمر به الإنسان أي إنسان أن يحرم من وسائل التعبير عن ذاته. كل لوحات يعني مؤثرة جداً، بحيث يعني ولد يمي بنية كأنه حاضنها أو كذا أو جاي توقع ولازمها، هذا يدل أنه حاجتهم الماسة للمساعدة، يعني يد اللي مد يد العون للمساعدة إلهم حتى يصيرن يمشن طبيعي ويروح للمدارس ويمارسن حياتهم الطبيعية حال حال الآخرين. معاملتهم خاصة احتيادي، يعني على طول يعني احتيادي، أول ما أطوب أسلم عليه إن هن يضحكن إن ما عدتن يعني شيء، يعني شغلتهن بس يضحكن، هسه اشوفها بس تضحك، حد حكي ما يقدر يحكي. ربما تكون هذه الحلقة من برنامجنا عاملا وحافزا لكل العوائل التي لديها فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تترك له مجال التواصل مع العالم الخارجي، وأن تفرش له مساحة الحب والرعاية بقدر ما تستطيع، لأن هؤلاء لهم نفوس مبدعة بالفطرة وتتوق إلى رسم الخيال وتكوين الجمال أينما استطاعت. زينب وزكية كانتا ولا زالتا إنسانتين سويتين عقليا، إلا أن التدريب والتمكين لم يسعفهما في الوقت المناسب من حياتهما الشفيفة. كانت امورنا صعبه، يعني هسه شويه، يعني هاي كم سنه احنا شويه تحسنت والله، كانت احنا الناس ساعدنا، احنا كنا يعني مصرف البيت ماكو، انت لا اقول لك اذا نتريق عشان ماكو، هيك الناس كانت هي تساعدنا، فما قدرت ما نقدر ناخذ هالطبيب، لان تدري انت
طبيب يحتاج لي. لا مو طبيب، اقصد مدرسه خاصه تودون له مدارسك ولا؟ اي هم اكو مدارس خاصه بس تريد لها مصرف تياد السياره تاخذ ترجعك. اي صعبوا علينا يعني ما نقدر. اطباء من هن صغار قالوا شلل دماغي، بتقول شلل دماغي ما له علاج، ما اعتقد العلاج. لا ماكو وراثة، احنا ما عندنا واحد يعني بالعائله يعني بشلل رباعي ماكو. بس هم صاروا بايام الحصار بال 97 هاي الكبيره صارت وولادتها طبيعيه. اول سنه قام يجيها هذا المرض. اي صار بشكل صار هو يسموه شلل ارتعاش يعني. والثانية هم نفس الشيء، والثالث ذاك هم نفس الحالة، ثلاثتهم نفس الشيء. تقضي الفتاتان وقتهما بالرسم، والرسم هنا ليس ألوانا فحسب، أنه محاولة لعبور محدد الجسد وهدم في الجدار النفسي والاجتماعي الذي وجدنا نفسيهما فيه، أنه احتجاج من نوع صامت على مجتمع يتعامل مع المعاق بانتقاص ورفض وخجل، تصل إلى محاولة الإخفاء وعدم فسح المجال له كي يحيا كما الأسوية. مرات اطلعهن برا، مرات اقعد يم هنا على المستوى، مرات اخذها برا هيك. تسولفين وياهم انت؟ اي بس هي ما افهم حكيها الصغيره كلش مو. بس الاكبر اي بس الكبيره قاعده شويه فهمت. من يردون يرسمون انتم هم يقولون لكم جيبوا لنا الاشياء اللي هم يعرفون. اي هي تطلب ولا عندها نقص تطلب وتقول اريد هذا الشيء، مرات تريد هالورق، مرات اصباغ يعني هاي شو الاقلام مالتي هم مرات نقص سرعتها اللي اجيب لها من السوق وياه. عمو بالبدايه نتحدث عن هالرسومات الحلوه الذكيه وزينه، منين يستوقوها هاي الفئيرات؟ من عندهم افلام كرتون يطلعون عليها حسب الحاسبه، كانت بالتلفزيون حسب الحاسبه يطلعون يدخلون على مواقع الكرتون يطلعون شو اسمه شخصيات ويرسمونها على المخيله. زين شلون يمسكون القلم وكذا؟ هم عندهم مشاكل يعني؟ اي عندنا يعني هسه شوف لزمتها بالنسبه لهاي ديها ترسم هاي اللزمه يعني. زين انتم هاي الرسومات مالكم تحتفظون بها؟ اي تحتفظون بها. اي زين انت شنو توفر لهم يعني؟ الورق الاقلام نقدر عليها هاي نجيبها. زين ما يعني طلبتم انتم ترسمون اشياء غير الشخصيات الكرتونيه؟ لا والله هنا يحبون هذا الرسومات بعد ما انتم ما تفرضون عليهم؟ لا ما يعني هي براحتها ترسم. هم براحتها؟ اي هي براحتها. طيب يعرفون هاي الشخصيات هم؟ في الشخصيات يعني يعرفوها حتى كاتبين اسماء عليها. هاي يكتبون اسماء الشخصيات؟ هاي اسمها هي هاي نامي مثلا. اي زين ما رسموا هم من مخيلتهم بدون ما يبغون على شيء؟ لا هي من مخيله سوى شنو تشوف الكرتون اي وما تظل فوق في الصوره لا تظل بمخيلتها وترسم تطفي الحاسبه وترجع. اي ترجع هسه هاي رسمتها هيك على المخيله. ها بس تحفظ وترسم؟ اي تحفظ وترسم. وهذا تنسيق الالوان هم نفس الحاجه؟ هي بعد هي بس اتوقع الكرتون بي احلام اكثر من الواقع، بي احلام اكثر من الواقع، فهن من خلال رسم الكرتون يعبر عن تطلعاتهم يعني بالحياه، لانه تعرف الحقيقه مو مثل الافلام كرتون. اتمنى تقديم المساعده لهذه البنات. انا ودي اشوف انا شويه يطلعان يتحركن بسبب قاعدات بالبيت ما يقدر يتحرك يعني يتحركن ما يقدر يطلعان. والله بالعكس هو مو بس تعطينا لل يعني للمعاقين هذا الامل، تعطينا حتى احنا الناس الاصحاء انه عندنا امل بالحياه واستمراريه الحياه والابداع. اتمنى يعني هي تريد هاي عند الصغيره خاصه الصغيره حيل تريد تطلع يعني ما تريد تبقى تقول انا اذا اطلع تعبت من البيت ضجت تقول اذا اطلع انا شيء. لا احنا ما الحسه ما نقدر نوفر لها اي شيء. العلاج وهم يردن هم علاج هي خاصه الصغيره عند تريد تقول انا لا كبيره تقول لي سوى عمليه يعني عتها خلع هي هم يعني فوق هذا الشيء اللي عتها خلع يعني لازم تحتاج عمليه والعمليه لازم الا بالخارج يعني احنا ما نقدر هنا.
واضافه الى ذلك هم يرضون يطلعون. اي والله هي تريد تطلع، اي خاصه هاي الصغيره عندها تقول انا اريد اطلع، ما اريد ابقى بالبيت. نقول ضوجني البيت، تعبت منه ما اقدر. هاتان الشابتان كانتا عرضة لمرض قاس في الطفولة، لكنهما باتا مثالا غير مسبوق في تنمية الذات رغم كل المحددات. وهذه دعوة للأخذ بأيدي ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم مبدعون أسوياء مثل باقي الناس وربما أفضل منهم بكثير. حلقة أخرى انتهت من برنامج ضوء بيننا، ملتقانا معكم في حلقات مقبلة، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.